الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع ما يسمى توازن ليندول، ليندول كوليبريم، وهو موضوع مهم جدا في مساق التمويلات العامة أو ما يسمى المالية العامة في بعض الأحيان Public Finance. وعلى بركة الله نبدأ. يعرف توازن ليندول ليندول إكوليبريم بأنه كمية السلع والخدمات العامة Public Goods and Services التي تزودها الحكومة مقابل حصيلة معينة من الضرائب. إذن ما هي الكمية التي تقوم الحكومة، طبعا هنا حسب توازن ليندول أو فكرة ليندول، الكمية التي تزود الحكومة من السلع والخدمات العامة مقابل حصيلة ضريبة معينة. وعادة ما يعبر عن مقدار الضريبة بما يسمى أسعار ليندول التي سأبينها بعد قليل، ليندول برايسز، مقابل كمية السلع والخدمات التي يرغب دافعو الضرائب أن يحصلوا عليها. هذا الآن مثال بسيط، هناك جسر يربط منطقتين، أهل المنطقة هذه وأهل المنطقة هذه، يحتاجوا في بعض الأحيان أن يذهبوا إلى الطرف، يعني أهل الجهة اليمنى هنا يريدوا أن يذهبوا إلى الجهة اليسرى، والجهة اليسرى أهلها يذهبون أو يرغبوا ويحتاجوا إلى الذهاب إلى اليمنى. فليس هناك جسر، قامت الحكومة الآن ببناء هذا الجسر. كم الآن أهل المنطقة اليمنى وأهل المنطقة اليسرى على استعداد أن يدفعوا ضرائب حتى يبنى هذا الجسر؟ هذا السؤال بسيط سنعبر عنه بشكل دالة طلب الآن وأسعار ليندول ثم توازن ليندول. الآن من أجل تبسيط المسألة، عادة بيكون آلاف عشرات الآلاف أو ملايين من الأشخاص الذين يدفعون الضريبة، لكن حتى نبسطها نفترض بأن هناك شخصين يدفعان ضريبة في الاقتصاد، وهناك دالة الطلب العكسي أو دالة الطلب عكسية inverse demand function لكل منهما كما يأتي. هذا الآن دافع الضريبة الأول P1 ساوي 20 ناقص دين كيو. الآن قمنا ب يعني تعبير عن الأسعار أو عن الضريبة التي يدفعها الشخص على شكل كمية، فهو على استعداد يدفع 20 ناقص 2 كيو اللي هي الكمية التي يزودها الحكومة من السلع العامة، في حين أن دافع الضريبة الثاني P2 الآن دالة الطلب العكسية له بدلالة الكمية تساوي 40 سالب 4 كيو. فإذا عندي P1 دافع الضريبة الأول دالة الطلب العكسي له P1 تساوي 20 سالب 2 كيو، أما دافع الضريبة الثانية فهو الآن دالة الطلب العكسي له P2 تساوي 40 سالب 4 كيو. الآن عند جمع المعادلتين اللي هم دالة الطلب العكسي للدافع الأول والدافع الثاني نجمعهم عموديا ما يسمى Vertical Summation، نحصل على طلب السوق أو ما يسمى الطلب الجماعي Collective Demand، أي من كل الأشخاص في الاقتصاد. فبي هذه حصيلة الضريبة من كل اقتصاد تساوي P1 زائد P2 اللي هو ما يكون الدافع الضريبة الأول على استعداد أن يدفعه وما يكون دافع الضريبة الثاني على استعداد أن يدفعه. جمعنا المعادلتين اللي هي 20 سالب 2 كيو زائد 40 سالب 4 كيو، عندما جمعناهم 20 زائد 40 تساوي 60 سالب 2 كيو سالب 4 كيو تساوي سالب 6 كيو. إذن P الآن هذا P تساوي 60 سالب 6 كيو. السؤال الثاني، لو افترضنا أو الحالة هذه الآن، لو افترضنا بأن الكلفة الحدية المارجن كوست لإنتاج الوحدة الواحدة من هذه السلعة تساوي MC تساوي 4 كيو، the marginal cost تساوي 4 كيو، فإن الكمية الأنجع the most efficient، ها الكمية الأفضل الأكفى من السؤال تكون كما يلي: P بالأنجع يجب أن تكون السعر يساوي الكلفة الحدية price equal marginal cost وتساوي 60 كيو، هذه price 60 كيو سالب 6 كيو، marginal cost يساوي 4 كيو، إذن 60 سالب 6 كيو يساوي 4 كيو. إذن أفضل كمية بالحالة هاي أبقينا 60 على الطرف الأيسر، قمنا بنقل 6 سالب 6 كيو إلى الطرف الأيمن أصبحت 10 كيو، إذن 60 يساوي 10 كيو. إذا Q star اللي هي the most efficient quantity أو أنجع أو أكفأ كمية تقوم الحكومة بتزويدها بناء على كمية الطلب يعني الطلب العكسي هنا وهنا تساوي 60 على 10 وتساوي 6 وحدات من السلع والخدمات العامة. بما أن الآن عرفنا الست وحدات، ما هي الأسعار التي يكون دافع الضريبة الأول ودافع الضريبة الثانية على استعداد أن يرتفعها؟ نحسبها كما يلي:
تحسب أسعار لندن، هنا أسعار لندن كما اللي هي لندن برايسز، وذلك بتعويض الكمية الأنجع اللي هي 6 أو الكمية الأكفى في دالة الطابع العكسية لكل شخص. الشخص الأولاني بي تساوي 20 سالب 2 في كيو اللي هي أنجع كمية 6 وتساوي 8، إذن هو على استعداد أن يدفع 8 ثمن وحدات دنمير أو مهما كانت وحدات القياس الآن. أما الشخص الثاني بي 2 يساوي 40 سالب 4 في 6 24، إذا يساوي 16. لاحظوا لي الآن هذا الشخص على استعداد أن يدفع 8 في حين أن الشخص الثاني مستعد أن يدفع 16، يبدو أنه هذه السعرة أكثر أهمية للشخص الثاني. بناء على هذين السعرين تكون الكلفة الحدية لإنتاج الكمية كما يلي: 24 اللي هي مارجن كول يساوي 4 هنا في 6 4 أشخاص، يعني عفوا 4 في 6 تساوي 24 وتساوي price of 1 اللي هي دالة الطلب العكسية الأولى زائد الطلب العكسية الثانية هي 8، هون حسبناها 8 في زائد 16 ويساوي 8 زائد 16 يساوي 24. لاحظوا المارجنال كوست هاي الآن ام سي تساوي 4Q وضربناها بالكمية الأنجع فأصبحت 24، بما أنه الآن هذا مستعد أن يدفع 8 وهذا 16 جمعناهم، إذا 24 تساوي 24 الآن وهو المطلوب. لكن الآن سنبين ذلك بيانيا. هذا الآن ما يسمى بأسعار لندن، هذا السعر الأولاني وهذا السعر الثاني. لو كانوا 10 بكون عندي 10 أسعار، ربما تتشابه بعض الأسعار. لو كان عندي مليون بكون عندي مليون سعر، ربما تتشابه بعض الأسعار. فنكمل الآن على التمثيل البياني. التمثيل البياني هنا على المحور الأفقي الكمية المطلوبة من السعر العامة والمعروض طبعا. هنا سعر لندن، هاي المعادلة الأولى اللي هي بالنسبة لدافع الضريب الأول 20 سالب 2 كيو، هذا المعدل التمثيل البياني لهذه المعادلة. وهذا الآن التمثيل البياني الثاني عفوا هنا P2، أنا بعتذر منها، P2 هذه تساوي 40 سالب 4 كيو، هذه P2 وليس P1 بعتذر عنها. هذا الدفع هنا الآن بلتقوا في عند النقطة 10، هذه النقطة تساوي 20، يعني إذا كانت Q تساوي صفرا فإن P1 تساوي 20، وهنا إذا كانت Q تساوي صفر P2 هذه P2 تساوي 40 هنا 40. لكن الآن هذا العرض S supply تساوي price of 1 زائد price of 2 تساوي 8 زائد 16 تساوي 24 تساوي marginal cost. إذا أفضل كمية هنا تدور عندما كان سعر تزويدها مجموع حصيلة الضريبة يساوي 24، بلتقوا عند هذه النقطة. هذه النقطة الآن نزل عمود بتكون اللي هي الكمية 6 كما ذكرناها قبل قليل، وبالتالي هنا توازن لندن عند هذه الكمية. هنا هذا توازن 6، الكمية 6 أفقيا عمودين 24 السعر، وحصيلة الضريبة هنا في هذا المربع تساوي بالحالة هاي 24 ضرب 6 تساوي 144، يعني الآن كمية 6 في 24 السعر حصيلة الضريبة يساوي 144. هناك ثلاثة شروط لابد أن تتحقق حتى يتحقق توازن لندن. الشرط الأول كل دافع ضريبي يطلب كمية مساوية من السلع العامة المعنية. 2 يعتمد مقدار الضريبة التي يدفعها مستهلك السلع العامة على الفائدة الإضافية أو ما يسمى marginal benefits التي يتلقاها من السلعة. والشرط الثالث والأخير يغطي مقدار الضريبة التي تجمعها الحكومة من المستهلكين كلفة السلع العامة. قبل قليل يعني أريد أن أعود هنا بأن هذه الستة لاحظوا لي، وإن كان هذا الأولاني بطلب 40 سالب عفوا الثاني بطلب 40 سالب 4 كيو والأول يدفع يطلب 20 سالب 2 كيو، لكن 2 سيلتزم بهذه الكمية الأنجع. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجع أن أكون قدمت لكم الفائدة المطلوبة، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي جميعا حيثما كنتم.